حطتنا على الأخيرة فرح، رح نتعرف فيها على مصطلح التفكير النقدي، دوره وتم اعتماده بكبرى الجامعات العالمية، الأشياء اللي يمكن أن يقدم لتطوير عجلة المجتمع. أسئلة رح بيجاوبنا عليها المهندسة يوسف الفروي، المدير التنفيذي بمؤسسة التنمية. يسعد صباحك يوسف. صباحكم خير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك يوسف. واليوم عم نحكي عن التفكير النقدي، قد ايه هو مهم وكيف تم اعتماده اليوم بكبرى الجامعات مثل ما حكينا بالمقدمة، خبرنا اكثر عنه. هلا مبدئيا المصطلح فعليا هو مصطلح قديم اكثر من مصطلح جديد، يمكن تم تأطيره اكاديميا بفترة قريبة، بس هو من ايام الفلاسفة ارسطو سقراط وافلاطون في شيء مدون نحكى عن هذا الموضوع، عن تنظيم عملية التفكير. يعني ببساطة بكبرى مراكز الأبحاث بالعالم في نشاط فكري، بمستشفى الأمراض العقلية الناس عم بتفكر كمان، فما كل تفكير هو مثمر وبناء، في جزء كبير من التفكير بيكون عبء على صاحبه وعبء على المجتمع وبيكون منتج لشيء سيء، يعني اللي عم بيكون عم بينتج أو عم بيخطط لحرب لدمار أو لمجموعة مفاهيم خاطئة عم ينتجها بشكل يومي بناء على أدلة ناقصة، فهذا تماما الشيء اللي وظيفة التفكير النقدي يفلتر وينظف المجتمع منه. أكيد. خلينا لك نعرف وين نشأ وكيف، يمكن هيك هلا عم نسمع عنه، يمكن نحن يمكن لأول مرة خلينا نقول تمام. التفكير النقدي. هلا هو هون بحب ألفت لشغلة إنه المصطلح بسوريا فعلا تم الإضاءة عليه من عقد من الزمن، يعني في أحد المقابلات السيدة الأولى أسماء الأسد بمقابلة مع صحيفة فرنسية بسنة 2010 نحكى عن دور التفكير النقدي التنموي وقديش هو موضوع مهم وحيوي بالنهضة بالمجتمع. هو يعني دائما نحن نسمع برخصة قيادة لطائرة، رخصة قيادة لسيارة، مع أنها هي أدوات أبسط بكثير من العقل، ولا مرة سمعنا عن رخصة قيادة للعقل. فعليا المشكلة لما منصير نحن ضحايا للعقل بدل ما نحن اللي عم نستخدم العقل. يعني من كوارث هذا العصر اللي نحن فيه أنه أحيانا كثير بيكون الإنسان ضحية عقله، يعني يتم استخدامه من قبل عقله بدل أن هو يستخدم عقله، فبيصير فعلا عبد، ومن أصعب السجون سجون العقل، أنه أنا في فكرة سيئة بتاخذني بتأسرني بتسلبني حيويتي بتسلبني حكمتي، فبعد فترة بلاقي حالي رحت بي. يعني للأسف عانينا بسوريا خلال الحرب من هذا الموضوع، وهلا إن شاء الله عم نستيقظ يعني وطلعتنا على التلفزيون وحديثنا عن هذا الموضوع، يعني هو هيك زهرة من زهرات تفتح الوعي المرتبطة بهذا الموضوع. نعم. يعني أو بس هيك متأمل. نعم يوسف، الموضوع يمكن ما نو سهل أو ما نو صغير، إنه الإنسان كيف بيقود عقله، كيف بيفكر أفكار صحيحة وسليمة، كيف الشخص فيقول إنه أنا على الطريق السليم، عم فكر صح، عم ببني حالي صح، أفكاري حتى صحيحة، تفكيري نقدي خلينا نقول. بصراحة هو مهارة بيتم تعلمها، وعلى فكرة ما أنا مرتبطة بكمية المعرفة والمعلومات. يعني كمهندس معلوماتي في عندنا مصطلح كتير جميل، كنا نقول الداتا أو البيانات، بعد ما بنزيد عليها شوية تفسير بتصير هي عبارة عن معلومات. المعلومات لما بتكتر بتصير معرفة، المعرفة لما بينزاد عليها البصيرة، ولما بتكتر المعرفة بنوصل على مصطلح الحكمة. فأنا بتأكد أني أنا عم بعرف أو تفكيري هو تفكير نقدي، ما أنا مقاربات مبنية على العواطف، على الأنا، على الأمور الشخصية، لأن وجهة النظر هي وجهة نظر مهما كانت عظيمة، هي وجهة، هي زاوية رؤية. نحن باستوديو في زوايا رؤية متعددة، صحيح. الأفضل من أني أقول هي الزاوية صحيحة وهي الزاوية غلط، لا، أنا بشوف الاستوديو من كل الجهات فعلا بشوفه بطريقة أوسع. التفكير النقدي أساس هو علاقة سبب بنتيجة، أنا لا يمكن أقبل نتيجة بلا ما تعطيني الأدلة والبراهين، لن أقبل أي نتيجة، وبالتالي بفلتر معتقداتي بطريقة أفضل، بنقي الشيء الصحيح من الشيء الرديء. إذا كنت باحث علمي ففعلا بوصل لنتيجة العلمية الصحيحة بناء على أدلة وبراهين ومنطق. إذا كنت طبيب بشخص المرض بطريقة أفضل، لأنه ما بشخص على مبدأ، يعني هذا بالمصطلح أنا هيك حاسس، لا، أنا هيك شايف، أنا عندي دليل. البند الآخر حتى بالإعلام بيخليني أنا كإعلامي دائما أسئلتي بتحط إيدي على الوجع، بتلمس الناس أكثر، بتلمس الشارع أكثر، شفافة أكثر، مصداقيتها أعلى،
بكل مجالات الحياة بصراحة. أنا بشوفه للتفكير النقدي لازم، يعني لما اعتمدوه جامعات الغرب ما اعتمدوه من عبس بصراحة. يعني هلا بنسمع عن فحوصات مثل الجي ار اي او الجي مات او حتى فحوصات الاس اي تي، مجموعة فحوصات هائلة للقبول بالجامعات الدولية ذات الاعتمادية. ما بتقبل الشخص، ما بتسأله عن معلوماته، ما بتسأله عن عرقه، ولا بتسأله عن اي شيء، بتسأله انت كيف بتستخدم دماغك، قديش دماغك هو شيء غالي عليك. هذا الحكي طبعا بيتم بفحص معياري، لانه انا بصراحه اللي بياكد فيما بعد تحصيلك العلمي ونجاحك هو كيف استخدمت معلوماتك، لانه جوجل بيعرف اكثر شيء. فانا ما بدي اياك تراكم معلومات. هلا نحن بعصر المعلومه متوفره، بس كيف بتستخدم هاي المعلومه، كيف بتوظفها لخدمه نفسك، لخدمه مجتمعك، لخدمه الـ هيك البناء العام والتنميه ببلدك، هون الفكرة. أكيد يوسف، يعني أنا عم بستغرب من حكيك، أنت مهندس ومهتم بالتفكير النقدي. خلينا نحكي أول شيء، هل ممكن يصير في دورات تدريبية للتفكير النقدي، وخاصة أنه يعني هلأ نحن مثلا بجامعاتنا مثلا الآداب كان في شيء اسمه النقد بالآداب، لكن ما نعطى هذا الحيز، فخلينا نحكي شوي عنه. هلأ بصراحة بمؤسسة يعني التنمية، المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها من حوالي سنة ونص هيك، يعني في مثل شرارة باركة أمل أثناء عملنا واحتكاكنا بالوسط الأكاديمي والوسط اللي بنسميه بروفيشنال، يعني هن الناس الاحترافيين اللي عم بيشتغلوا بشكل دائم بمناصب إدارية بمناصب قيادية، شفنا أنه فعلا في جاب هون، وانتبهنا أنه فعلا في بالدولة بمناطق يعني بمراكز متقدمة مين منتبه أنه فعلا في جاب. أشرنا لخطاب السيدة الأولى بهالخصوص، وحتى وزارة التنمية الإدارية يعني بلشوا يخطوا خطوات كتير جميلة بهذا الخصوص. فكنت أنا يعني واللي يعني من نعمة الله علينا أنه كان المسؤولين عنا بالمؤسسة اللي أنا بشتغل فيها القائمين هن الناس معنيين بالتدريب القيادي ومعنيين بالتفكير النقدي. يعني بأحد الدورات اللي أنا حضرتها يعني من رئيس مجلس إدارة كان عندنا يا أخي أنه جامعة فينيكس بولاية أريزونا اللي هي من كبار الجامعات اللي بتدرب القادة وبتحكي عن التدريب والإعداد القيادي، بتقول يا أخي لا يمكن يكون عندنا مدير أو قائد بدون ما يكون عنده مهارة تفكير تحليلي، واللي هي بتشير دائما التفكير التحليلي والتفكير النقدي هي مصطلحات تستخدم يعني لنفس للإشارة لنفس المفهوم، بلا ما يكون عنده مهارة تحليل عالية. يعني تخيلي انه كل ما اجاه معطيات بده يغير رأيه، او هو غير قدران يستخلص من المعطيات اللي بين ايديه قرار صحيح او يبني بناء صحيح، فبيطلع من الموضوعية بيروح باتجاه الهوى. ففعلا يعني باجتماع مجلس إدارة قررنا انه بدنا نعمل مركز بسوريا بهذا الخصوص. كان تحدي كبير، يعني نحن بأزمة بظرف صعب، انك توفري المادة العلمية للدورات التدريبية مثل ما قلتي، انك تستقط بخبرات وكادر تدريسي بهذا الموضوع. طبعا ليك دائما بقول انا والله المجتمع السوري غني بمواهب فعلا، يعني العالم كله يعني منوزع للعالم كله وبيضل عنا كفايتنا، يعني غير اللي طلعوا نحن عنا ما يكفينا وفوقهم مثل ما بيقولوا بالعامية حبة مسك. الشباب من حوالي سنة لهلا كان الجهد بصراحة يعني مضني وجميل، لأنه تعب مليان محبة. طالعنا المركز جهزناه بأهم التجهيزات اللي موجودة يمكن بسوريا حاليا، حتى لنعطي هذا النوع من التدريب لخارج سوريا. يعني هلا حاليا عندنا في تدريب قيادي عم بتقوم فيه المؤسسة لناس موجودين خارج سوريا من خلال الأزمة. المادة العلمية تم بالكامل جلبها من بريطانيا من أوكسفورد بنسخها الورقية وبنسخها اللي بنسميها سوفت كوبي اللي هي النسخ البرمجية اللي بتدعم موضوع التفكير النقدي، ومتفائلين خيرا بأنه كل هالنوع من الكورسات نعطي فيها بصمة. يعني حتى كنت كوني أنا الأصغر عمرا بمجلس بالإدارة أنه أنا دائما لا بدنا نحط هاي الكورسات، كان دائما الإجماع أنه لا خلوا التركيز بهذا المركز الجديد التنموي هو تركيز معني فقط بالتفكير النقدي. هلا كلمة التفكير النقدي أحيانا هون يكون فيها شيء سلبي، أنه أنا بدي أنتقد، لا أنا ما بدي أنتقد، أنا بدي أدلة وبراهين، لأنه بالدليل والبرهان أنا بطلع من تشويش العاطفة، بطلع من تشويش الأنا، بطلع من تشويش آرائي المسبقة، أنا بكون عم بحكي
فقط لغة المنطق. صحيح. يوسف، الشاب يلي عمره بالعشرين، يلي له عشرينات، 20 سنة خلينا نقول، من آلية تفكير معينة ممكن تكون غلط، ممكن تكون صح، يمكن متعلم بطريقة التلقين، مثل ما قلت قبل شوي أنا هيك حاسس، هي العبارة يلي كتير بنسمعها، كيف قدرت تأثر عليه أو حتى الكادر التعليمي كله يغير له هاي الأفكار يلي هي متراكمة على مدار سنوات، مو بالسهولة يمكن بسنة أو شهور أنه يغير آلية تفكيره؟ هو فعلا السؤال دائما انه انا هيك حاسس، ايمت بتبع احساسي وايمت ما بتبع احساسي. هلا لا شك انه في شيء من الاحساس اسمه حدس، وهذا اكيد يعني له مكانه اللاهوتي والروحي، واكيد هو شيء صحيح، يعني هو في شيء الهام بيكون اعلى. بس هل يمكن الحدس يجي لانسان علاقته بالتفكير وعلاقته بعقله سيئه؟ هذا حديث ما هو صحيح. عاده الحدس والالهام بيجي بمكانه، يعني الريحة الطيبة بتطلع من الزهرة المناسبة. صحيح. ما بتطلع من زهرة غير مناسبة. تمام. ففعليا لا، بالعكس، بعمر 20 سنة هن الخامة الأفضل حاليا. يعني هلا لاحظت أنا، وخاصة يعني باحتكاكنا مع المنهج البريطاني دائما، إنه كان في مواد تدرس من مراحل مبكرة جدا لموضوع التفكير النقدي، لأنه هو بصراحة نقلة بالوعي وبالفهم ومقاربة العلم والمعلومات والمعرفة، ليس فقط بسوريا، هي فعلا حركة عالمية وتوجه عالمي. يعني هلا مثلا بمجال المعلوماتية بنحكي دائما عن موضوع الذكاء الصنعي، يعني او عن موضوع قراءة البيانات ببصيرة اللي هو مفهوم البيج داتا. فهون نحن فعلا عم نحكي عن نقد، عن فلترة، عم نحكي عن انه ما بنقبل الامور مثل ما هي، نحن بحاجة لتبصر وتفكر عالي بالمعطيات اللي بين ايدينا قبل ما نطلع فيها. هاي الفئه العمريه لحد الان عم نشوف انه لا، بالعكس احيانا عم بيكونوا تماما الاقدر، لانه لسه يعني ما تم تلويث الفكر بمفاهيم وبقصص للاسف مجتمعيه جاهزه، واحيانا بيكون جزء كبير منا غلط وعم بينجوا وعم بيطلعوا. يعني في دائما يعني من سنه لهلا في شباب وصبايا بهاي الأعمار، يعني ورداتنا اللي وزعناهم على كل العالم، سوريين وبأنجح المراكز. يعني أكيد يوسف، يمكن هي التفكير النقدي هالمصطلح يمكن بيفيد هلأ الشباب، عدم الانجرار لأي قول أو دراسة أو حتى تماماً. عدم يمكن الحكم على أي موضوع من وجهة نظر واحدة، مثل تماماً وجهة نظر أحادية. هلأ على الفيسبوك أنت رح تبلشوا إذا الله راد، نحن بتسعة اثنين منطلقين بالمركز بهيك بطاقتنا القصوى يعني، وفي كفاءات. يعني أنا عندي شوي بعد إداري بالعمل، بس بتمنى أني ضل نوع من الدراسة، لأنه أنا بقول دائما الجهد اللي بتبذليه بالتفكير النقدي أو بالعلم هو بيشبه الرياضة. كيف في رياضة بتحافظ على الجسد، في رياضة بتحافظ على العقل. تمام. وأحيانا بهيك بلحظات السكينة بتعطي بصيرة، بتعطي جمال لكل إيقاع حياتنا بصراحة، لتعاطينا حتى مع مشكلاتنا الشخصية. هلا على الفيسبوك للأسف بكمية البيانات والمعطيات والمعلومات، يعني كمية المغالطات شيء مخيف ومرعب، واللي بيتم تبنيها للأسف على أنها حقائق، بيتم التعاطي مع أي بوست بينزل على الفيسبوك كأنه حقيقة. لك أحيانا حتى بيكون موضوع صحي بيكون غايب الخطورة نقبله على وللأسف مالك الميديا ومالك الفيسبوك. إن شاء الله منصير بهذه البلاد من ملاك الميديا والفيسبوك، عم بيستخدمها ضدنا. يعني عم بيستخدمها يعني هلا في أزمة، مثلا أزمة الغاز اللي هي حديث الشارع. طيب في دور لنا نحن أخي، دائما الحديث على أنه بعض المسؤولين، فنوع أحيانا من إلقاء اللوم السلبي. طب أنا إذا المشكلة في مجموعة معنية بالحل ما عم بتحل، طب كويس، نحن ك ك ك كأفراد كأهل هذا البلد عندنا دورنا وبنقدر نقوم فيه، وهي نتيجة من نتائج التفكير النقدي. أكيد يوسف، شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى فعلا نشغل مخنا بطريقة صحيحة مثل ما حكيت، وبتقودنا دائما لنتائج كثير مهمة. شكرا.
شكرا لكم، شكرا على الاستضافه وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع. شكرا لك ليوسف، واكيد مثل ما بنقول يمكن انا افكر، فاذا اذا انا موجود ما اجيت عن عمل. اذا فيني اضيف عليها انا افكر بطريقه صحيحه وجيده. فانا موجود معناتها هي ما اجت عن عبث هالجمله. نحن بنشكرك كثير، بتمنى لكم نجاح بالمنصه التعليميه مثل ما خلينا نقول للتفكير النقدي، ان شاء الله رح تنطلق قريبا. شكرا لك وتحياتنا للكل. شكرا شكرا جزيلا. شكرا.